تاني خليني بقى اسالك على النقطه اللي كنت بتتكلمي فيها حضرتك بخصوص ان واحد بيقول انا عندي فلوس انا هخلف 3 4 وعايا اصرف عليهم، هل من الممكن ان الدوله في هذه الحاله تقول له انت مش مدرج عندي على الاسر اللي بتتلقى دعم، وبالتالي انت ما تلقتش عقوبات لان انت ما كنتش يعني فقير او اسر يعني حالها ضعيف خالص؟ ممكن الدولة تقول له انت بقى لما هتيجي تتعالج انت او ولادك هيبقى في رسم نسبي اعلى من العلاج المجاني اللي بياخده هذه الاسر المدعومة، انت لما تيجي تخش مدرسة هيبقى في رسم اعلى، مادام انت قلت بقى انا معايا فلوس وانا بصرف عليهم انا يبقى تصرف عليهم برضو جزء في التعليم، يا توديهم مدارس خاصة يا اما تيجي عندي احط انا عليك نسبة من المصروف، احط عليك نسبة من تمن العلاج وهكذا. طبعا انا لسه اشرت يمكن يا استاذ قلت لك ان احنا انا فكرت ان يعني بقول في حوارات ان احنا نعمل ضريبه على الاسر اللي هي القادره اللي هي بتنجب اكثر من 2 وكانها بتتحدى مقدرات الدوله وتتحدى التنميه الاقتصاديه بتاعتنا وتعرقل القاطره بتاعت الانطلاق بتاعت الدوله. فبالتالي انت يا سيدي قادر تنجب وعندك فلوس وعندك اموال وعايز تورثهم شققك واملاكك وملايينك، اوكي يبقى انت لازم تدفع للدولة. مش هقول ضريبة عن كل راس، لكن هقول ان احنا هنرفع له القيمة زي ما حضرتك اشرت، والتكاليف اللي هي ممكن يدخلوا بيها مدارس، ممكن يدخلوا بيها مستشفى، ممكن يحصل بيها على شتى الخدمات الاخرى في الدولة المصرية. لكن ده مطلوب له قوانين، يعني لازم هنا بقى هنرجع للقوانين، يعني في جزء في القاعدة الشعبية ان احنا نبدأ من القاعدة، والجزء الثاني المكمل للقوانين ان احنا نعمل قوانين عشان المواطن يعرف والله انت قادر ودخلك يصل الى كذا في الشهر وانجبت اكتر من طفلين، فانت حضرتك هتدخل لشريحه ضريبيه اعلى، وانت حضرتك هتتكلف على هذا الطفل مبالغ اكتر في الانفاق في التعليم والصحه وكل مجالات الحياه. اما اللي هم الفقراء او المحتاجين اللي هم هينجبوا اكتر من كده هيصرفوا عنهم الدعم، يبقى انت عندك هنا سياسه الثواب والعقاب. بالظبط، ده مطلوب جدا، وهذه السياسة الثواب والعقاب دي أعتقد أنها بتعمل نوع من الردع، لأن بجد إحنا كلنا لازم يحصل عندنا يقظة لما إحنا نقول إن إحنا حققنا نسبة نمو مرتفعة والمواطن يقول لك أنا مش حاسس. هو فين ده 7.8 في 9 شهور الأولى؟ النهاردة رئيس الوزراء قال دي رقم ما بيوصلوش دول متقدمة، فإحنا لازم ده يترجم على الناس في توزيع عادل للثروة بالأفكار اللي إحنا بنطرحها دي. طب اخيرا يا فندم في نقطه مهمه تناولها رئيس مجلس الوزراء عايز اخد راي حضرتك فيها، وهي فكره انه الصندوق النقد الدولي لا يجبر الدوله على شيء يضر بالمواطن المصري. هل رفع الدعم اتباعا خلال السنين اللي فاتت في برامج الاصلاح الاقتصادي يعني ما اقدرش اقول ان ده نوع من انواع الجبر من صندوق النقد الدولي، ولا اقول انه ده معمول وقدامه حزم حماية اجتماعية، ولا ايه تصورك يعني للتصريح ده؟ لا طبعا احنا لازم نكون واقعيين، ومع احترامي لهذا التصريح طبعا اكيد صندوق النقد الدولي بيفرض حزمة اجراءات على الدولة منها رفع الدعم التدريجي. طبعا ده حصل وتضررت منه ناس، لكن بنقول ان احنا الدوله مجبره، انت مجبر عندك موازنه يعني خزانه شبه فارغه، عندك ديون، عندك يعني فوائد الديون، فانت لازم تسد كلها، وعندك تنميه، عندك يعني تنمية اقتصادية وصناعية، وعندك زيادة سكانية، وعندك برامج ومشروعات قومية بتعملها، فانت منين هتجيب ده كله؟ فانت بالتالي مضطر انك بتقبل كل الشروط والاجراءات اللي هي بيفرضها عليك صندوق النقد. طبعا في فئة تضررت، لكن بالتالي احنا مع الوقت ومع الاستفادة من اموال الصندوق في التنمية والتنمية المستدامة وفي المشروعات القومية، ده هيرجع طبعا بمردود إيجابي وبعائد على المواطن المصري. فيمكن احنا في طبعا ناس اتضغطوا، في ناس يعني أديروا، لكن مع الوقت أعتقد إن يمكن تعويض هذا الضرر، وأتمنى أن يتم ده في وقت سريع وعاجل، ونرجع تاني للزيادة السكانية. والله لو تم تحجيم الزيادة السكانية، لأن في ناس بتقعد تتريق على السوشيال ميديا ويقول لك يعني هي الزيادة السكانية
دلوقتي هي اللي ده عملت الضرر. اه حضرتك لما انت بتزيد كل سنه 2 مليون لا يبقى ده حد بيهزر بقى، بحد مش فاهم يعني ايه 2 مليون بيزيد دوله كل سنه بنزيد دوله.